السي احمد صباح الخير. صباح الخير. اليوم واش غادي تقول لنا يا السي احمد اليوم؟ اليوم غادي نجيبوا ان شاء الله واحد القصيده على الحنايه. هيا ماذا بينا نسمعوا هذه القصيده واش تقول؟ هيا نبداو فيها. بسم الله. يقولوا فوق من بوك مثل عدوك، فوق من امك كيما العسل من فمك، والدار العاليه ولا المطامر الخالي، الهضره بين العموميه اشدق لك يا الزلموميه، واللي ما غسل لك ساتو ولا زوج بناتو وقيل موتو خير محياتو، سيس وتكيس لا تجي كي الفرد متيس، قال عيني عيني غارش فيها سكيني، شرب منها امه ولا اختي ولا اللي تبغيني، قالت له سمح لي انا بالتعزوج نزقي وندوز، قال لها وانا مقايز وضربني جن على بنات العزايج ونط بطلهم بين الركايز، قلت له انا نعجة في قلم مرابط، قال لها انا ذويل ونجيك مع مري رهابط، نرفد النعجة ونخلي قلم مرابط، قلت له انا شاهد عسل في وسط النحل، قال لها انا كبشك حل ونجيك من السما نتحل حل، نرفد الشهدة ونخلي النحل، قلت له انا تفاح كيف الصفاح، قال لها وانا كبش نطاح نهرس التفاح ناكل التفاح واش عندي في الصفاح، قالت لها انا دجاجه سارحه ما عندي صالحه، قال لها ناديك وندور عليك يا ربي تنجيك من دعوه والديك، قالت لها انا مرايه ضربه كيف الضايه، قال لها شوفوك الناس الحساسه واللي حظايه، تستر الناس العرايه وتعاون الناس الكرايه، ونشكر لكل وليدات الحنايا. شكرا. يا سي احمد واش غادي تزيد لنا مور هذه القصيده هذه اللي قلتها انا قبيل دروك؟ دونك ان شاء الله غادي نجيبوا نتاع بنت الخيمه الكبيره مع بنت الشر. يلاه نسمعوا ونشوفوا هذه بنت الشر وبنت الخير. نبداو فيها. يقول لك بنت الخيمه الكبيره كي الكرمه. تجيب الباكور ودل تس الكرموس. وبنت الاصل تدير لدارها الحرمه. تستر راجلها بالبرنوس. وترده مولاه همه في الطريق يمشي كي العروس وتولي عنده قيمه خدوده حمر وجيوبه معمرين فلوس وتزيد تطلب عال السامه دارها ما يدخل لها جاسوس تتلكس في الدار كي الحمامه وحوايجها يبقص ومشقبني ورسوس وتكنس الحوش على الظلمه وترده يضوي يصبح منكوس وتدير الماكلة وتزيد النعمة ما تجي مالحة ما تجي مسوس في قلبها تكون حنينة وكريمة تسكن في الجنة مع فاطمة الزهرة في الفردوس. يا سي احمد واش تعاود تقولنا على بنت الشر؟ غادي نقولوا عليها وتسمع ان شاء الله. يقول لك بنت الشر ترد رجلها كي القرمة يشيب له الشعر وينتر الدروس صاري لها كي الهامة بالسحر وترده كي ذاك الفلوس وتسخره يجيب لها الماء تنده فيه كي ذاك الخنوس وإلا مشات للحمام يرد لها الكبا والرزمة يتبع فيها كي ذاك العتروس وتولي ما عنده قيمة لو كان يكون في وجهه بوكوس وتكت البلاه يولي قبضه العمى قول لهم هذا الراجل في عقله منقوص وفي الدرب تدير له السليمة تقول له مليح لك يا وحد المنحوس تعصره في الدار كي الليمه يظل المسكين ينشف الناموس وصاري لها كي الجدمه وتكحل ايامه كفوس ويلا هدرت تشتي به للحكومه تقول لهم البارح كان عنده واحد الكابوس. يا سي احمد يبان لي راه عندك واحد القصيده على تاع البلديه، بصح انا نطلب من المواطنين القصيده هذه راه غادي يتكلم على حاله المجتمع في البلديه وما هوش عيب ولا باش نسمعوها، ماذا بينا نسمعوها عند الشاعر تاعنا السي احمد ميمون. غادي نبداو فيها ونسمعوها الكل. واحد النهار ذيك عشيه رسلت لي البلديه مشيت نشوف ذا قضية وندي حتى معلومات والله قلت نمشي قدام لاميري لقيت الغاشي بالرصاص جلالي بشحال شواشي جيت طالع مع الدرجات عند الباب صرت شاوش مع الشعب باقي متهاوش انا حسبته راه مطروش بصح عطيت له حتى دينارات قال لي انت ادخل عندهم للمكتب نصيب كل واحد يكتب والله الا بقيت غير نتعجب كل بيرو دايرين فيه خمس بنات قعدنا قاعدين في البيرو
قالوا لي يا خويا اليوم ما عندنا ستيلو. قلت له موكيش غادي نديرو، انا نحتاج اللقمات. ساعتين وانا واقف وذوك البنات على الشعب تشنف، بالسيف عليك تساعف. قالوا لي ولي من الايامات، بصح السبت ما نسنيوش، والحد يكون رمضان ما نستقبلوش، ولا اثنين يخلصوا اللي ما خلصوش، يمشوا للبوشطه يديو حتى فرقها، والثلاثه الفيشطه ما نجوش، والاربعه الميري يمشيو للدوش، والخميس اصاحبي راك عارف اللي ما نخدموش، علاش البلاد قاعد تبردات. قلت انا والله نكشف فيهم مطرق نتاع كروش. قالوا لي يا احمد انت راجل فحشوش، واحنا بشهريتنا رانا ما نخرجوش ولو بعدا حتى حلفات. قلت انا هاد الناس ما يحشموش، ياكلوا القروش، يبغوا البريوش، يديوهم بكيات، راها بان الضروه بالباطل ما فيها شك. الجبر يشوف لك في جيبك، الخدمه ولات غير بالمعرفات. كي تعطي له يبدا يخدم لك، يفرح بيك ويسجد لك. لو كان تكون غايب ويزفت لك، راها ولات بالمعرفات. كملت القاسيه يا ربي، فرض على الشبابيه باللي في المدن والباديه يا جلول، ويصيبوا حتى خدمات. شكرا يا سي احمد.